عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي ومتتبعات قناة تاجر حنان. كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، اليوم رجعت معاكم فيديو جديد ووصفة جديدة. كما كتشوفوا معايا الوصفة ديال اليوم هي بانكيك، اللي كل شي كيعرفوه من طبيعة الحال وكل شي كيوجدوا، غير حبيت نشارك معاكم الطريقة ديالي. بالنسبة للطريقة والمكونات بسيط بزاف كما غادي تشوفوا معايا، والنتيجة كتجي هائلة، كيجو زوينين بزاف، انتم كتشوفوا كيجو رائعين، كيجو محمرين وغزالين ما شاء الله. وقبل ما نبدأ معكم بغيت نشكر جميع المتتبعين ديولي على التعاليق الزوينة اللي كتخليو ليا، صراحة كتفرحوني بزاف وكتشجعوني باش نقدم لكم وصفات، يعني وصفات متعددة. نخليكم مع المكونات والمقادير ديال الوصفة. بسم الله على بركة الله نبدأ. بالنسبة لمكونات هذه الوصفة، عندنا جوج كيسان حليب، القياس بكاس العنبة، عندنا زلافة ديال الطحين، عندنا خمارة واحدة من فئة 8 غرام، عندنا جوج معاشق ونص ديال السكر، وعندنا فاني. بالنسبة للتنسيم تقدو ديرو فاني بوحدو، تقدو ديرو قشور الحامض، لكم الاختيار. بالنسبة لي أنا فضلت نكتفي فقط بالنكهة ديال فاني. عندنا جوج بيضات، وعندنا شوية الملح، وعندنا سبعة المعاشق ديال الزيت. كما كتشوفوا معايا البنات، المقادير هاد الوصفة بساط وساهلين، يعني دغيا كتوجد. نبداو على بركة الله. اول شيء غنبداو به كناخد واحد الاناء، بسم الله، كناخدو اناء كما شفتوا معايا. بالنسبة للخلاط نستعملوا غير هاد الخلاط اليدوي. في الإناء كنديروا البيض، كنضيفوا عليه السكر، وكنضيفوا سكر فاني. البانكيك البنات كيجي زوين بزاف، وكما شفتوا معايا مقادير الوصفه بساط ساهلين، ما كيحتاجوش مناش حاجه بزاف. دابا البنات نضيفوا هاد شويه الملح ديالنا، ونطربوا المكونات مع بعضنا. كما قلت لكم البنات نطربوا غير بهاد اليدوي هوني. كما قلت لكم راه كنجي هائلين، كيوجدو دغيا مكونات بسيطة، ماشي حاجة، نوجدوهم ندمنا على العجزة شوية. نضيف البنات الحليب، كاس الأول، نضيف الكاس الثاني، ونضيفو هدوك سبعة المعاشق اللي قلت لكم ديال الزيت، نضربو جميع المكونات،
الفلفل مع بعضياتهم. صافي، دابا غادي نضيفو الطحين ديالنا. بالنسبه للطحين قلت لكم زلافه، شوفوا معايا ضروري البنات ما نغربلوها. طبعا دوزو كما قلت لكم البنات نغربلو الطحين ديالنا. بسم الله نبداو بشوي بشوي نغربلوه، ضروري ما نغربلوه باش ما يبقاش مكور لينا ديال الحبيبات كما كتعرفوا. بشوي بشوي تنساليو ونبقاو نغربلو ونطربو شوية، نزيدو منزل في هاد الأثناء. ممكن نضيفو الخمارة ديالنا، عندكم خمارة وحدة. نقرب المكونات بعضياتها. هاد الخليط البنات كيبغي يكون بحال ديال الكيك، بحال ديال الكيك العادي، ما يجيناش قاصح وما يجيناش جاري في نفس الوقت. نزيدو مازال هوني. هاد البانكيك رائعين، إلا جربتوهم بهاد الطريقة مغتبقاوش تستغناو عليهم. كيما قلت لكم اللي كيعجبو الحامض نسم بمبشور الحامض. نزيدو مزال على الكمية ديال الطحين اللي بقات لينا، نزيدوها كاملة. بالنسبة للطياب راه دغيا كنطيبوهم، يعني مكنخلوهم لا يرتاحو لا والو، مباشرة كنساليو. صافي نديرو الكمية كاملة كما قلت لكم، مباشرة كنساليو من كنخلطو المكونات ديالنا. صافي كندوزو نطيبوهم. الطياب كيكون في المقلاة بطبيعة الحال لي مكتلصقش. كيفاش يجي جاري البنات كما قلت لكم يجي بحال الكيك. بقاو نحركو وتتحيد لينا هاد الكويرات اللي كاينين. شفتو يجي على هاد الشكل. ما نديروش عاوتاني جاري وما نديروش قاصح، يجي بين وبين. صافي شوفوا الخليط كيف جا. صافي دابا غندوزو باش نطيبوه. دابا البنات غادي ندوزو نطيبوهم. كما كتشوفوا معايا عندي مقله ما كتلصقش، العافيه خاصها تكون مهيله على هذا الشكل. بسم الله ناخذ واحد المغرف، ناخذ واحد الكميه
في المقلة ديالنا على هذا الشكل. نسرحوها بشوية. كما قلت لكم العجينة خاصها تكون ثقيلة شوية متينة جارية تقريبا بحال ديال البغرير. صافي ونخلوها طيب. كما كتشوفوا البنات غادا تبدا دير لنا واحد الثقوب عادي. هاد الثقوب حيت فيها الخميره ضروري غتقبل لينا، ولكن راه من التحت غادا تكون ملسه. حيت فيها السكر دغيا غادا تحمر. نستناو عليها البنات باش طيب، وضروري العافيه تكون مهيله باش ما تجيناش طايبه من محروقه من التحت ومن الوسط تجينا خضراء. ضروري نصبروا عليها. Thank you.
البنات، رجعت ليكم بعد ما ساليت الطياب ديال البانكيك ديالي. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي، كيجي رائع ما شاء الله، كيشهي. انتم ما كتشوفوا، شوفوا كيجيو محمرين. بالنسبة للتزيينة البنات اختياري، كل واحد وكيزينو بالطريقة اللي عجباتو. بالنسبة لي انا صايبت هاد البانكيك على شكل قلب، زينت بيها. كيجو هائلين والمذاق يا سلام، غير جربوهم. وكما شفتوا تابعتوا معايا، المكونات بساط، ما كيطلبوش منا شي حاجه كثيره، حتى اننا كنوجدوهم بسرعه. شوفوا معايا النتيجه النهائيه ديالهم، كما قلت لكم تزيين اختياري، ممكن ديروا ليهم العسل ولا ديروا ليهم الشوكولاط، انا اختاريت ندير ليهم العسل. كيجيو كيشهيو ما شاء الله، انتما كتشوفوا، غير جربوهم واكيد ما غاديش تندموا. انتما كتشوفوا هاد القليب راه حمرته مزيان باش يعني باش يعطي واحد الشكل مختلف. وبهذا نكون وصلت معكم لنهاية هذا الفيديو. إلى عجبكم كنتمنى أنكم ديروا لي جيم وتخلوا لي شي تعليق زوين. وبالنسبة اللي مازال ما مشتركش عندي في القناة، يدخل يشترك ويفعل جرس الاشتراك باش يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.